هدايا من السماء نادرة تسقط على صحراء المغرب، بيعها يقود لتجاوز خط الفقر في لمح البصر. صائدو الثروات المختفية وسط الرمال، من هم وما هي قيمة ما يبحثون عنه؟ سأحكي لكم أنا نور الصباح في ملخص القصة. يركب أحد صائدي نيازك سيارة رباعية الدفع ويبدأ رحلته المعتادة في صحراء سمارة، منقباً عن كنوز قادمة من الفضاء. يداه على المقود وعيناه الثاقبتان والخبيرتان تبحثان عن أثر لقطع نيزكية. بدأت قصة هذا الصياد مع النيازك قبل عقود، حينها كانت الصحراء محج الأجانب الباحثين عن هبات السماء، فكانوا يحتاجون في رحلة بحثهم إلى مرشد يعرف تضاريس المنطقة ويملك سيارة رباعية الدفع. بعد سنوات من التجربة والخبرة، أصبح هذا الصياد بائعاً معتمداً للنيازك، يقصده الباحثون والعلماء للاستفسار عن الأحجار النيزكية النادرة، ويدق بابه صيادو النيازك من السكان المحليين الراغبين في تقييم صيدهم من الأحجار قبل بيعها للسماسرة. وبفضل تجارة النيازك، استطاع هذا الشاب الصحراوي شراء سيارة خاصة ومنزل وتحسين مستواه المعيشي، كما اقتنى بعض الآلات والأدوات التي تسهل عمله في التنقيب وتروي فضوله العلمي المتزايد، مثل آلة الكشف عن المعادن ومايكروسكوب وتلسكوب وغيرها. وبلغ ثمن أغلى حجر نيزكي باعه 15,000 درهم للجرام الواحد. ويتعلق الأمر بحجر نيزكي نادر أصله من المريخ واسمه بلاك بيوتي. في عام 2011 سقط نيزك في قرية تيسينت جنوبي المغرب. شاع الخبر وتدفق صيادو النيازك من كل حدب وصوب على المنطقة بحثاً عن قطع. وبيعت كل القطع التي تم العثور عليها، ولم يتبقى في المغرب إلا قطعة صغيرة. وأصبحت بقايا نيزك تيسينت القادم من المريخ موجودة في كبريات المتاحف ومراكز البحث في العالم، ومنها وكالة ناسا. ولا يوجد في المغرب البلد الذي سقط فيه سوى قطعة صغيرة، فكانت من هنا فكرة إنشاء متحف للنيازك. فيعد المتحف الجامعي للنيازك بأكادير أول متحف من نوعه في إفريقيا والعالم العربي. أصبح المتحف منذ تأسيسه وجهة موثوقة لصائدي النيازك في المغرب، يقصدونه لتحليل عينات الأحجار النيزكية التي يعثرون عليها في الصحراء لمعرفة مصدرها وبالتالي قيمتها. قبل عقود كان السكان المحليون لا يستطيعون التمييز بين أنواع النيازك في المغرب، فهي بالنسبة لهم مجرد أحجار سقطت من السماء، يقبلون أي ثمن يدفع لهم مقابلها. لكن يبدو أن الوضع تغير بفضل احتكاك الرحل والسكان المحليين بالباحثين والعلماء، حتى صاروا خبراء في هذا المجال. ويحتفظ صائدو نيازك يدعى مولود بشيخ في بيته بحوالي 100 حجر نيزكي، ويسعى مولود جاهداً لأن يهدي هذه الثروة الشخصية للمجتمع والمهتمين بالنيازك. لذلك أسس جمعية للشهب السماوية تهدف إلى منح الأطفال والشباب فرصة للتعرف على خبايا الكون وأسرار الفضاء حتى يمكنهم ملامسة المريخ. فهل فكرت يوماً أن تصبح صائداً للنيازك؟